التأكيد اللي احنا بنستعرضه عندنا خط واضح وصريح ان النادي الاهلي لما بيعمل ده لا يتفضل على احد من ابنائه، انما بيعمل ده كواجب تجاه ناس خدمته وناس ادت له على مدار سنوات. لكن كابتن ثابت البطل كان عنده معادلة كده شديدة الخصوصية، معادلة تخص علاقتك بالنادي الاهلي. اكيد زي ما أسامة قال لكم في بعض الفترات الامور مش مثالية، ممكن يكون في قرار، ممكن يكون في امر مش افضل حاجة، ولكن كمان انت علاقتك بالنادي الاهلي ايه وطبيعة علاقتك بالنادي الاهلي ايه، دي اللي كابتن ثابت البطل اتكلم فيها، وهو واحد من التصريحات التاريخية اللي دايما يظل مرجعية، لان كابتن ثابت البطل هو حد ما عداش كتير جدا شبهه في اختبارات وامتحانات مر بيها من رجوعه من ليبيا، ثم تاريخ كبير جدا طول الوقت هو اكتر واحد بيثبت ان كلامه مترجم بافعال ومترجم بمواقف ومترجم بحقائق، فلما نسمع منه الكلام ده لازم نصدقه ونصدقه قوي. نسمع كابتن ثابت البطل. ولاد النادي الاهلي، الخطيب قعد احتياطي والخطيب اعتزل، مصطفى عبده اعتزل، النجوم الكبير كابتن صالح سليم اعتزل، والناس اللي خدموا النادي اللي اعتزلوا، لكن احنا ما كناش في صدد ان احنا نفكر التفكير اللي هم بيفكروا بيه. لكن زي ما قلتك، شوف مصلحتك، خد الحته دي شوف مصلحتك وبنى عليها ان هم مش عايزيني. الكلام ده مش موجود ومش مرفوض تماما، لان كان ابراهيم حسن كنا بطلناه. لا، ابراهيم حسن كان بيلعب لحد اخر وقت، وهو اللي اعلن ان هو محتاج راحه. والنهارده اللي عايز اقوله، عمر الكره في مصر موقفت على حد، ودايما الافراد زائلون، والنادي هو الاهلي هو اللي باقي، لان لازم الناس تعرف وجماهير النادي الاهلي ان النادي الاهلي خيره على اي حد وعلى اكبر حد من النادي الاهلي، من اول رئيس النادي لاصغر واحد في النادي الاهلي. لازم الناس دي تفهم. واهم حاجه مش شعارات، مش شعارات ونقعد ننادي بالشعارات ان احنا بنحب النادي الاهلي. لا، كل اللي لعب في النادي الاهلي في الناس دي لعبوا بمقابل. ليه هذا الكلام عظيم من شخص استثنائي؟ لأن كابتن ثابت البطل لم يكن أبدا يوم رجل أشخاص أو رجل إدارات أو رجل لاعبين أو رجل أي شيء، ولكن كان رجل النادي الأهلي. لما حب يضرب مثال عشان ما يكونش هنا بيتكلم على لاعب وهو غير عادل في القاعدة، تحدث من أول رئيس النادي الأهلي لحد اللاعبين، وقد إيه النادي الأهلي علاقته منح مقابل منح، مفيش طول الوقت طرف واحد بس اللي بيدي. عشان كده قال النادي الأهلي فضله وخيره على الجميع، وكان محدد وكان صريح. وعشان كده زي ما بنقول إن النادي الأهلي علاقته بأولاده وعلاقته بكل رجالاته دايما علاقة مميزة واستثنائية إذا فهم البعض جوهرها. بالتأكيد يا فارس، ويعني كانت حلقة موفقة، وإن كان يعني زي ما بقول لكل قاعدة بيكون دايما في خروج عن القاعدة، ولكن الشكل العام والقاعدة العامة للنادي الأهلي هي علاقته الجيدة والجيدة جدا مع أبنائه.